قنطرة تفردوسة بسكورة أمداز إقليم بولمان بالمملكة المغربية. مشروع متعثر منذ 9 سنوات تقع قنطرة تفردوسة في منطقة سكورة أمداز، وهي تمثل رابطاً مهماً بين سكورة أمداز ومدينة بولمان وبينها وبين مختلف القرى والمناطق المجاورة. تعد هذه القنطرة شريان حياة للعديد من السكان الذين يعتمدون عليها للتنقل والتجارة، ومع ذلك فإن هذا المشروع الهام يعاني من تعثرات وتوقفات مستمرة في الأشغال، مما أثر بشكل كبير على حياة السكان المحليين واستمر لأكثر من 9 سنوات. تم الشروع في بناء قنطرة تفردوست منذ أكثر من 9 سنوات بهدف تحسين البنية التحتية للمنطقة وربط القرى ببعضها البعض بشكل أفضل. كانت التوقعات كبيرة بأن تسهم القنطرة في تسهيل حركة النقل وتطوير الاقتصاد المحلي من خلال تحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية. رغم كل هذه التحديات، هناك جهود مستمرة لحل مشكلة تعثر المشروع. تعمل السلطات المحلية والإقليمية إلى إيجاد حل لهذه المعضلة التي ما فتئت تقض مضجع الساكنة ومستعملي الطريق. ورغم الصعوبات التي واجهت مشروع قنطرة تفردوست، لا يزال الأمل قائماً بين السكان بأن يتم الانتهاء من الأشغال قريباً. إن إتمام هذا المشروع سيحدث فرقاً كبيراً في حياة الناس ويعزز من تطوير المنطقة بشكل عام. التحسينات في البنية التحتية ليست مجرد مشاريع بناء، بل هي استثمارات في مستقبل المجتمعات المحلية. وفي الأخير، تظل قنطرة تفردوست بسكورة أمداز مثالاً على التحديات التي يمكن أن تواجه المشاريع التنموية في المناطق الريفية والجبلية. ومع ذلك، فإن الالتزام بالحلول والعمل الجماعي بين السلطات المحلية والسلطات الإقليمية والمركزية يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة. الأمل كبير في أن يتم تجاوز جميع العقبات، وأن تصبح هذه القنطرة رمزاً للنجاح والتقدم في المنطقة.